هذا أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع الجمهورية العراقية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة حتى إشعار آخر. وتؤكد شؤون الطيران المدني بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحاليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك. وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس كورونا.